السلام عليكم يا شباب، معكم فاروق، والنهاردة هنشرح طريقة تخطي الحماية FRB وحسابات جوجل لتابلت هواوي ميديا باد T3، والموديل ده بيحمي المعالج سبريد، والشرح هيكون على واجهة Ultimate FRB Tool، ودي واجهة خاصة بالتعامل مع الحمايات FRB، وبتكون ضمن واجهات بوكس UMT، وطبعا ممكن تستخدم الواجهة دي لو عندك بوكس أو دونجل NCK برو، لأن منتجات الـ NCK سواء الدونجل أو البوكس البرو بيجي معاه تفعيل UMT مجاني. وطبعا الشرح هيكون في خطوات سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنتكلم أكتر عن بوكسات NCK UMT، لأن في شباب كتير طلبت شروحات للبوكسات دي، وطبعا هنشرحها من البداية خالص زي ما تعودنا دايما. وطبعا علشان تتابع كل الشروحات اللي جاية لازم تشترك معانا في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ شرحنا. أول حاجة هتشغل واجهة Ultimate FRB Tool، وطبعا الأفضل إنك تكون محمل أحدث إصدار متوفر للواجهة سواء من سبورت البوكس أو من منتدى الهوستنج، وهتلاقيه في السكشن الخاص بتحديثات البوكس، ولو عندك NCK ممكن تحمله من سبورت البوكس أو الدونجل. وبعد ما شغلنا الواجهة هنختار اسم البراند، وبعدها نختار موديل التاب اللي معانا وهو تابلت هواوي ميديا باد T3، وبعدها نوصل التاب بالكابل وهنضغط على ريسيت FRB، وهتظهر لنا رسالة بإعادة تشغيل التاب علشان البرنامج يفعل وضع التطوير USB Debugging. ولو التابلت مرسترش لوحده ممكن انت تعيد تشغيله بطريقة يدوية. وبعد ما يفتح هتلاحظ ان الكمبيوتر بدأ يقرأ الجهاز وبدأ في تثبيت تعريفات ADB، وهنستنى طبعا لحد ما يخلص، وهتظهر لك على شاشة التاب رسالة الموافقة على تفعيل وضع التطوير، وهنضغط عليها ونفعل وضع التطوير زي ما تعودنا في كل الموبايلات او التابلتات اللي بنشتغل بيها. وبعد تفعيل وضع التطوير هتلاحظ ان البرنامج بدأ في عملية تخطي الحماية وحذف حساب جوجل، وهنستنى شوية لحد ما يخلص وتظهر لنا رسالة الانتهاء من عملية حذف الحماية. وبعد ما يخلص هتلاحظ ان التاب راستر لوحده تاني وهيعيد التشغيل، وهنستنى شوية لحد ما يخلص تهيئة ويفتح تاني. وبعد ما يكمل عملية التشغيل هنلاحظ انه دخل على القائمة الرئيسية بدون ما يطلب مننا اي حسابات جوجل، وبكده نكون لغينا الحماية وحذفنا حساب جوجل بنجاح وفي دقائق معدودة. طبعا لو استفدت من الشرح ما تنساش تعمل لايك، لكن الاهم انك تشترك معنا في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل الشروحات والفيديوهات الجديدة اول باول. سلام.